الكتابة على الملابس، أو هذا قميص كتبنا عليه بهذا الشكل. اللي عجبتو الفكرة أو عجبتو هذا الكتابة يتبعنا في الفيديو راح يستفيد منها إن شاء الله. وهذه الكتابة استعملنا فيها ورق اللي هو ورق الفازلين كتبنا عليه بهذا الشكل، بعدين ألصقناه بالمكوات وبعدين رسمنا عليه بكل سهولة ورق الفازلين يكون بهذا الشكل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، رجعنا معكم مرة أخرى بفيديو جديد. اليوم بغيت نكتب على واحد التريكو اللي هو قميص. أول حاجة نجيب ورقة، هذه ورقة الفازلين، حطيناها مباشرة على الكمبيوتر ورسمنا عليها هذا الاسم اللي هو اسم بسمة بالفرنسية. طبعنا هذا الاسم على هذا الورقة بهذا الشكل. هنا بعد الطبع راح نقصه، هنا جبنا موس حلاقة نقص هذا الاسم، نقصه كله مباشرة بهذا هنا قصيناه بهذا الشكل يكون قصيناه. هذيك الحروف حتى هي تستعمل اللي بغى يستعملها. هنا بعد ما انهيت تقطع هذا الاسم اللي كتبناه هنا نحطوه مباشرة فوق هذا القميص بهذا الشكل كيف راح يظهر الان، ونكوه بالمكواه. بسم الله. نكوه جيدا. بعدين نلصقوا دوك النقاط نشوفها. النقاط اللي كانوا هنا هادو هما قطعناهم وحدهم والان لصقوهم بالمكواة طبعا بهذا الشكل. يثبتوا هنا بعد ما ثبتت لنا الرسم اللي باغي نرسمو به، اخترت اللون الازرق راح نبدا ندير به اللون. عندي هنا فرشات نبدأ نرسم بهذا الشكل. بسم الله. بقى عندنا هاد الرسم الأخير اللي هما قلوب، هنا راح نجيب فرشات أخرى نرسم بها. هنا هاد القلوب راح ندليه من اللون الأحمر. بسم الله.
خلوه هنا ساعة يبس، بعدين نحو هذا الورق ساعة هو يبس. هنا أنهينا خلاص، نخلوه ساعة يبس كما قلت ساعة، بعدين نحوه، بعدين نكوه بالمكواة. هنا بعد مرور ساعة ويبست نحو عليها نحو هذا الورق بهذا الشكل. بسم الله. كما قلنا هذا الورق اللي استعملناه ورق الفازلين اللي استعملوه في الخياطة، ها هو يكون بهذا الشكل. هنا نحو هذيك، نحوها بهذا الشكل. هذوك النقاط نتاع او الثقوب نتاع الحرف، هذا هو الشكل النهائي كيف راه يظهر الان. انا كبرت الصوره باش تبان لكم. هذا هو الشكل النهائي، يكون بهذا الشكل. كتبنا عليه اسم بسمه على هذه القلوب. ان شاء الله ينال اعجابكم هذه الفكره وتجربوها. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.